هذا الحراك كان راح يصرى كيما 5 اكتوبر، ولكن ربي الحمد لله ربي ما حبلكمش. اكل ازم ندير صفقات مع اصحاب الشراء، منطق الدشرة عندكم في راسكم، منطق الدشرة راسكم، منطق الدشرة منطق الدشرة عندكم في راسكم، منطق الدشرة صفقات مع اصحاب الشراء، منطق الدشرة عندكم في راسكم، منطق الدشرة دبلوماسي، وضربت عرض الحائط منطق الدولة. أنا نقول لك يا زيطور، راك متحالف وباينة مع شخصيات معروفة بانتمائها إلى منطقة معروفة، والفيديوهات والصور شاهدة على ذلك. حاسبهم لاراسبير، بورتو استاذ استاذ ربي يبارك لك. شوف ربي يبارك لك، انا معاك. انا كنت تهديرو صاحب راشد، انا عارفك ساكت. لا 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 لا، نكمل الفكره باش تفهموا هما. لو كان هاوجا تعرفنا نقعدوا ما تفهمناش، والله ربيع صح. باش تجي انت فكره اون اريير بونسي متفاهم مع الناس باش تجوا تضربوني انايا عزيزي، ما قدرتش. شكون ضربك يا رشيد؟ مش ما ضربونيش، ما قدرتش. لا 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 ماشي ضرب، ما بلي كو هادو كوبا وكذا. اكياس كوبا. السي رشيد اللي شارك في ملتقى ولا بروجي سفر قبيلي، السي رشيد عليك متفاهم يا استاذ. ممكن نقول لك بالاسماء وتسمع انا قدامك. انظر حبيت تاخذ شوف محفوظ لابد كريم عابد شرشوري، هذو السوسه تاع الجروب. انا نقولها لكم ما نعرفوش، هذو السوسه تاع الجروب جاو يضربوا الفكر تاع معاذ الوالي. صح ربي يسهل عليك، ولكن غادي نقول لك حاجه، غادي نقول لك حاجه اخرى. هؤلاء الناس نتايا ماكش متفاهم معاهم، ولا هما ماشي متفاهمين؟ هما انا ما عندي حتى خلفيه. ويفل اروح رغماني بالامر. لا انا واش قلت لك؟ علاش تخلوا غي مجموعه واحده تمثل محمد الولي الله يرحمه؟ يا خويا اي انسان فوق الجزائر، فوق الارض الجزائر، عنده الحق باش يكون وريد. ماشي حتى واش احنا ما نقولوش وريد شرعي، لا يوجد وريد شرعي يا جماعه. لا يوجد وريد شرعي. هذا واش هضرنا البارح؟ هذا واش هضرنا البارح؟ يفتح مجموعه، يفتح حركه، وانا نجي عندكم. يا ولو كان يا اليوم ان شاء الله، اليوم نعلوها استاذ. هذا في اي مكان وجمهور. اليوم نعلوها استاذ، اليوم نعلوها. لا قبل ما نروحوا انا عندي غير فقط عندي ان فواياج افير. معليش هذا بس ما تفرج بوجو. لا لا لا، تشري البيه وكل شيء. لا باش نفهمك فقط. شوف باش هذه هي الفكره، باش تفهموا باللي هذا محمد الولي الله يرحمه فكره ملك الجميع. هذا شو ثم تلقى تلصقوا في بعضياتكم هكذا. استعارة فقط. دوك الناس اللي تبعت لك وتقول لك ان شاء الله تخرجوا بقرارات وكذا، وما معلومش وصايا. فهمت؟ الناس راهي تشنوا.